أما الدرس التالي فيتحدث عن المحافظة على المال في الإسلام، وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية لمال المال من دور كبير في إعمار الأرض. وقد شرع الإسلام أحكاماً وتوجيهات عديدة لبيان طرق الكسب والإنفاق والتنمية والمحافظة على المال، وفطر الله تعالى الناس على حب المال والسعي للإكثار منه، ويسر لهم أسباب مشروعة لتحصيله، وذلك لما للمال من دور في عمارة الأرض ورفاه الإنسان. نتحدث في هذا الدرس عن مفهوم المال في الإسلام، ثم ننتقل إلى أهمية المال. فالمال كل شيء له قيمة بين الناس، وأباح الإسلام للإنسان الانتفاع به كالذهب والنقود والأرض والبيوت والسيارات. أما أهمية المال ثم الأحكام التي شرعها الإسلام للمحافظة على المال، بعد ذلك ننتقل معا للحث على تنمية المال واستثماره بالسبل المشروعة وإنفاقه في وجه الطاعة وتحريم الاعتداء على أموال الآخرين. في نهاية الحصة سنقوم معا بحل أسئلة الدرس وننتهي منها. في هذه الحصة عزيزي الطالب سوف نقوم بالحديث حول معركة بدر الكبرى، وهي أولى المعارك الكبرى التي خاضها المسلمون مع مشركي قريش، والتي انتهت بانتصار المسلمين. أولا سنتحدث عن أسباب هذه المعركة التي لما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة واستقروا فيها وقويت شوكتهم، أذن الله تعالى لهم بالقتال لاسترداد حقوقهم ورد الظلم عن أنفسهم، ولمجازاة المشركين على إخراجهم من ديارهم ومصادرة أموالهم. ولتحقيق ذلك بدأ المسلمون بالتعرض لقوافل المشركين التجارية إلى بلاد الشام. ولما علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر قافلة لقريش عائدة من بلاد الشام إلى مكة المكرمة، أمر الصحابة باعتراضها، إلا أن أبا سفيان قائد القافلة تنبه لذلك وغير مسار القافلة إلى ساحل البحر الأحمر، وأرسل لقريش مستنجدا بها، فاستجابت قريش وأرسلت جيشا قوامه حوالي 1000 مقاتل. وفي هذه الحصة عزيزي الطالب سوف نتحدث عن خلق الصبر، وكيف كان يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، حيث إن الإسلام رغب في التحلي بخلق الصبر وحث عليه لما يترتب عليه من حسن التصرف وطمأنينة النفس عند مواجهة مصاعب الحياة والأجر الكبير من الله تعالى على ذلك. فالصبر هو حمل النفس على طاعة الله تعالى ومنعها من الوقوع في معصيته ومن الجزع مما يقدره الله تعالى. سنتحدث في هذا الدرس عن صور الصبر، كيف يصبر الإنسان، والتي منها الصبر على أداء الواجبات كالعبادات والتكاليف الشرعية المختلفة، ومنها الصبر على المهام والوظائف التي يكلف بها، والصبر على المعاصي باجتنابها ومجاهدة النفس عن الاقتراب منها، والصبر على المصائب والكوارث التي قد تحدث للإنسان. وفي نهاية هذه الحصة سوف نقوم بالإجابة عن أسئلة الدرس وربطها بالواقع.